التونسي برضو يعني انتصر على الذكاء المصري. صراحة المباراة يعني لآخر لحظة ومن بدايتها أنا لاحظت حاجة، إنه تونس كان عندها هي الرغبة إنها تفوز مع مصر. دي الحاجة اللي ميزت المباراة، في إنه المنتخب التونسي ظهر بأنه عنده شخصية وعنده روح وعنده أداء. في النهاية يعني حسم الموضوع، حتى لو هو بهدف من إيران صديقة، لكن عن طريق فاول في آخر المباراة بيثبت إنه المنتخب التونسي كان ببادر إنه يهاجم وكان عنده فعل وليس رد فعل. بمعنى إنه المنتخب المصري ظهر خلال المباراة، بالمناسبة أول مرة أشوف المنتخب المصري في البطولة دي كان مهزوز جدا، منتخب ما كان منظم حتى على مستوى منتصف الملعب، المنتخب المصري كان ضعيف جدا، ما حسين المنتخب المصري بيتقدم لقدام على أساس إنه عايز يفوز، لا بالعكس المنتخب المصري كان مقفل دفاعيا. وبعد ده يعني المنتخب التونسي ما كان بالقوة الهجومية الكبيرة جدا، لكن كان ظاهر إنه هو الأفضل. ليه؟ لأنه الروح التونسية كانت غالبة على إنه هي يعني الروح التونسية كانت بتظهر لك إنه هم دايرين يفوزوا. إحصائيات المباراة في حتة الكورنرات بتثبت لك حاجة، المنتخب التونسي عنده أكثر من 6 أو 7 كورنرات، المنتخب المصري بالمناسبة خلال المباراة كلها عنده كورنر واحد ولا اثنين. اللي عايز أقوله إنه الشخصية التونسية والروح التونسية هي فرضت الفوز. يعني كان في أكثر من هجمة خطرة، رغم إنه المصريين في بعض لحظات المباراة لقوا هجمات خطرة، لكن عشان الفريق كان مهزوز، كان ما كان مبني بأنه فريق عايز يفوز. يعني دي كانت إحدى أخطاء أعتقد كيروش المدرب المصري، حتى في الشوط الثاني ما حسينا أنه هو داير يستوعب الخطة. أنا أقول لك برضو حاجة ممكن تدعم الكلام أنه المصري كان مهزوز، عمرو السلية قبل ما يجيب هدف في مصر هو ضيع هدف محقق جدا قبلها بوضع غريب جدا. يعني لاعب كبير عمرو السلية، لاعب كان ممكن يخلص المباراة، رجعنا هنا في الفاول جاب هدف عكسي. حتى الشناوي يعني ممكن تكون الكرة خطيرة، بس برضو يعني أنا مجملا المنتخب المصري كان ظاهر المنتخب مهزوز. ما المنتخب المصري المشى في المجموعات صحيح، اللي أنا كنت متوقع ثباته في المجموعات يدينا يعني وضع أحسن من كده مع تونس. أنا